انا عايزه اقول ان الستات ردود افعالها بتبين شخصيتها. ما دام احنا دلوقتي بنحاول نوصل لشخصيه الستات، بما ان انا ست وبتكلم، فاحيانا انا بيبقى في وسيله بكلمك من خلالها من غير ما اتكلم، وسيله الصمت. يعني انا ممكن ازعل اسكت، انا من الستات اللي ازعل اسكت، ما اعرفش اجادل لان بحس ان كرامتي، لا انا ما جادلش، هو المفروض يبقى فاهم انا زعلانه من ايه. في ست تانية تزعل تناقش وتزن وتتخانق وتدخل في التفاصيل وتعيد وتزيد. في ست تالتة تاخد بعضها وتمشي، تقول لك لا انا كده خلاص تمام، انا مش هقول اكتر من اللي قلته. فدي كلها اساليب. وفي ست رابعه تهمل، اللي هو مش انا يعني مش انت بتحسسني بعدم الاهتمام وانت انا موجوده زي مش موجوده، فانا هرد بنفس رد الفعل. فانت في اهمال، فانا هيبقى رد فعلي اهمال. فالاهمال ده الراجل بيضايق اكتر فيهمل اكتر عشان يعلمها الادب، ازاي انت مش واخده بالك مني، مع انه هو اللي في الاصل مهملها هي. فدي كلها اساليب، يعني الكلام كتير والخناق ممكن يكون رد الفعل بزعيق والفاظ وده مش صح. الصمت، الهروب، انا اخد بعضي وامشي، فده انا كده تمام، انا عملت اللي عليا، مش لازم اجادل. فكل دول شخصيه كل ست فيهم ايه يا دكتور؟ تمام. كل دول ناتجين عن حاجه واحده، ناتجين عن اساس واحد، التجاهل بتاعه وعدم فهمه ليهم. لو ادالهم الوقت ان هم يفهمهم ويسمعهم ويحس بيهم مش هيوصلوا لده. اختلاف طرق التعبير دي اختلاف الشخصيات واختلاف النشأة. في بالظبط. حد معبر جدا فبتعبر دايما عن نفسها وبتتعصب وبتوصل الحاجة وبتقولها مرة واثنين وثلاثة. في حد بيكون استنفذ كل دوت فبيزعل وبياخد جنب. في حد هو بيتكسف او بيستحي او هي بتستحي او بتحس بالظبط. ان ده بيقلل من من كرامتها. تقديرها او من قيمتها ومن كرامتها انها تعبر، فلا هو المفروض يفهمني ويحس بيا. هنا نوصي الستات شوية، أرجوكي ما تتوقعيش منه إن هو هيفهم كل حاجة بالظبط. حاولي تعبري عن احتياجاتك ورغباتك بشكل مبسط عشان يقدر يوصل له، لأن الاستنتاجات بتاع الرجالة أحيانا بتكون خاطئة. عشان كده بنوصي الرجالة كمان اسمع منها هي، اسألها هي، ما تروحش تسأل حد تاني، اسألها هي بتحب إيه، زعلانة من إيه. خلي دايما في تواصل، خلي في وقت للتواصل بينكم، إنك تسمع منها وتدي لها فرصة تعبر وما تردش على ده بعصبيه او بهجوم. لان بعض الرجاله بتفهم ايه ان الست زعلها ده او تضايقها ده او تعبيرها عن المشكله دي او الحاجه اللي زعجاها دي انها بتهاجمه. هي ايوه مش بتهاجمك، هي بتعبر عن الضغوط، عايزاك تسمعها، عايزاك تحس بيها، مش بتهاجمك ولا طالبه منك حل فورا، ولكن عايزاك تشاركها مشاعرها وتحس بيها وتعبر عن حبك واهتمامك وتعاطفك معاها وانك انت فعلا مهتم انك تعمل حاجه، وهي بتقدر تستوعب ده. لو ما استوعبتش بقى تحمل النتائج، هتيجي بقى المضاعفات دي. اول التحمل حاجه هتقلل كلامها، بعد كده هتتجنب، ممكن بالظبط. في وقت تاني تتعصب، بعد كده تبتدي تخش في مشاكل وخناقات وصدمات بتزداد. كل ده تراكم لعدم التفاهم وعدم ايجاد مساحه مشتركه من الحوار ومن والتواصل ومن فهم الاخر، وان انا احس مش بس بسمع، انا بس بسمع وبروح ورا المشاعر دي. ايه السبب بتاع ده؟ هي متغيره ليه؟ ما تسمعش الكلام السطحي فقط، لا ندور على المشاعر اللي وراه والسبب اللي وصلنا لكده. لو حليناها هنلاقي الموضوع بيكون اسهل وافضل كتير، ومش يعني هتحتاج ان هي تستخدم التعبير الصعب ده او الصدام ده. اتفضل. نقدر نقول في النهاية يا دكتور إن اسأل هتفهم هترتاح. شكرا ليك يا دكتور، ومرسي واسمع لمداخلتك واسمع معانا بودانك وبقلبك، مش ودانك بس. وبقلبك. حلل بقى. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا في يا حب العفو. أهلنا. مرسي جدا دكتور حسام صالح، استشاري العلاقات الأسرية، نورتنا يا فندم.